تقنيا، هو نموذج سياسي، نموذج اقتصادي واجتماعي بطبيعة الحال وبيئي وثقافي، ولكنه خصو يكون مؤطر بواحد الفلسفة. هذه الفلسفة هي احترام الحقوق والحريات ديال المغاربة وصيانتها، ولهذا هو بحاجة إلى مبادرة استعجالية اليوم، إطلاق سراح المعتقلين، وأننا ندخلوا في بعض الإصلاحات اللي غادي تضمن يعني استقلالية مثلا ديال القضاء. هناك مشروع موجود خصو غير يتطبق باش يمكن لنا نعتمدوا على القضاء ك يعني عمود فقري باش نبنيوا هذا النموذج التنموي، لأن خاص مبادرات. كذلك بالنسبة للمدرسة كاين حنا عملنا بعض المقترحات، أنه مثلا الميزانية المخصصة للأمن والدفاع يمكن نقصوا منها، وهي اللي غادي نزيدوا نقووا بها المدرسة، لأن المدرسة ديالنا خصها إصلاح شامل وشمولي، خصنا نصلحوا المناهج، خصنا نكونوا الأساتذة تكوين جيد، خصنا أننا نوضعوا الشروط ديال التكوين وديال التأطير وديال 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 ديال التحصيل الجيدة. هادشي كله يمكن لنا نبداو فيه منذ الآن. كذلك المصفات ديال الأسامير خصها تبدا تشغل. لماذا؟ يعني خلينا 500 ديال الموظفين ومرتبطه بهم مدينه ومرتبطه من مدن اخرى، يعني اننا خصنا نعطيو اشارات، لانه خلينا الناس اللي نهبات 17 مليار سكتنا عليها وسدينا المصفات ديال الاسامير، المغاربه راه ما تيقينش. اذا خصنا بعض العوامل ديال الثقه، ثم انه ما يمكنش تبني نموذج تنموي الى ما صلحتيش اصلاح سياسي. واش يمكن لك تفصل بين السلطات؟ السلطات بعدا السلطه التنفيذيه خصها تكون محدده، سلطه الملك محدده، سلطه الحكومه محدده. واش يمكن لنا غدا نعرفوا شكون اللي غادي حاسبوا؟ السلطه القضائيه محدده ونزيهه ومستقله، السلطه ديال البرلمان محدده، البرلمان هو الذي يشرع. انتم تعرفوا انه ان تحكم يجب ان تخرج تشريعات اللي هي تكون كتجاوب على اللحظه وتتجاوب على انتظارات ديال الشعب، ماشي دير لي قانون ما عندي حتى ما ندير به، ولا قانون غادي بالاتجاه المعاكس ديال ما ينتظره الشعب، بحال القانون اللي خرجوه باتجاه يعني التعليم وضرب ما تبقى من 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 التعليم. اذا بالنسبه لنا المداخل هي معروفه، ثم كاينه هناك مداخل اللي هي غادي يمكن تقبط واحد شويه ديال الوقت، ولكن يجب الشروع فيها اليوم. مثلا المراجعه ديال الاتفاقيه ديال التبادل الحر التي ابرمها المغرب، واللي هي اكثر من 55 اتفاقيه، واللي خصنا نراجعوها لانها ليست في صالح المغرب، خصنا نراجعوا هذا الشيء. ثم الاصلاح الضريبي، درنا جوج ديال المناظرات ديال 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 الاصلاح الضريبي، فينا هي التوصيات ديالها؟ اهمها لم تطبق. حنا بغينا اصلاح ضريبي من اجل ضمان واحد 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 النوع من التكوين، اللي عنده يخلص واللي كيربح يخلص، وبركه من الاعفاءات الضريبيه في مجال ديال الفلاحه الكبرى وفي مجالات اخرى مربحه وما كاينش. واكبر دليل على ذلك انتم تشوفوا اليوم الخصصه ديال التعليم اللي غاديه فيها الدوله وباغيه توصل 20%، هذا قطاع مربح بامتياز، ودخلت ليه الدوائر العليا اليوم دخلت فيه. علاش هاد الناس ما يخلصوش الضرائب؟ راهم تيربحوا الفلوس، علاش ما يخلصوش الضرائب؟ ولهذا حنا ما بغيناش المغرب يكون بحال ديك البقره اللي كلشي كياخذ منها الطرف ديالو، في حين المغاربه ما كيستافدوش، والمغاربه كينتظروا منذ ستينيات هما كينتظروا حقهم في التوزيع العادل للثروه ما كاينش. لهذا حنا قدمنا واحد العدد ديال الاصلاحات. ماذا بكم ترجعوا للمذكره ديالنا، المداخل الاقتصاديه كيفاش دايره في بلادنا باش نخلقوا واحد النموذج اللي هو الدوله كتلعب فيه دور، ولكن كذلك الدور ديال الخاص كيكون، ولكن من اجل مع خلق الشروط ديال الحريه والتنافسيه الحقيقيه باش نخرجوا من الريع ونخرجوا من الاحتكار ونخرجوا من انه فقط كيف كتقول المندوبيه الساميه 150 اسره هي اللي كتستافد. وفينا هي 35 مليون ديال المغاربه؟ فينا هو حقها من التنميه؟ فينا هي الجاويه الحقيقيه؟ فينا هي كل هالتقارير المهمه التي انجزت والتي لم تطبق؟ اليوم نحن امام واحد المنعطف ديال الطريق اللي هو خطير جدا. المغرب مهدد، يعني كنشوفوا الهجمه، كنشوفوا هاد الناس الذين يتدخلون والذين ادوا الى انهيار دول بكاملها والى تقسيم مقسم وتجزيع المجزاء. واش حنا بغينا ننتظروا هاد الناس حتى يجيو يهجموا علينا بطرق اخرى؟ حنا خصنا نحسنوا بلادنا، والتحسين هو بالديمقراطيه، هو باحقاق الحقوق، هو باحترام الحريات، هو ببناء مغرب يتسع لكل ابنائه وبناته بواحد الجهويه اللي تكون حقيقيه ومنطقيه، كتراعي يعني المنطلقات وكتسمح لهاد الشباب باش يلقى هو مكانته باش يعيش بكرامه باش يشتغل باش هو ينتج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.